أول ساعة الطريق اشتغل الرش علينا وخلص الولد معي. بعدين شو صار بعد هيك؟ خلص فتنا على فوتونا الأردني وأسعفوا الولد خالص كان ميت. زادت رصاصة من الرأس وطلعت من رقبته. اشتغلت شبكات يعني محدود يعني تقريبا حوالي نص ساعة. بس ومرقت من هون يعني مدرعات ومجنزرات من هون من امامنا. وبعد ما راحت هدي الوضع ما صار شيء وتوفى الولد رحمه الله عليه.